هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ريفيو النهارده عن مسكره الحواجب اللي هي بتغير لون الحواجب من غير ما تصبغيها. فتابعوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا علامه الجرس عشان يجي لكم اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. ريفيو النهارده يا بنات عن الماسكارا دي من كاركتر اللي هي 03. خلاص، زي ما انتم شايفين هو ده شكلها. بتاعتها شويه مش فاتحه قوي ولا غامقه قوي. ناس كتير ساعات بتبقى صبغه شعرها، فصعب جدا ان تحسي ان لون الشعر يبقى ماشي مع الحواجب، هيبقى فاتح في المجمل فمش هيبقى لطيف لو هي مش رسمها. فبدلها اللي هي الماسكارات الحواجب بتاع الكاركتر دي، تمام. انا هنا رسمه حواجبي، انا حواجبي مش غامقه، اللي هي السوفت براون بتاع انستازيا. فتعالوا نشوف درجه الحاجه. شايفين يا بنات شكلها والدرجه بتاعتها ما بتغيرش كتير، بس بتدي لوك مختلف. يعني شايفه الغامق هنا عامل ازاي وهنا، تمام. طيب تعالى نتكلم بقى شويه عن انتوا شايفين شكلها ولونها وكده. اول حاجه انا بحبها جدا لان الابليكيتور بتاعها الماسكاره الحواجب صغيره والفرشه بتاعتها مش تخينه، لا، يعني عشان خاطر لو حواجبك من النوع الرفيع تبقى حلوه. انا حواجبي عريضه فاللي هو تمام، زي ما انتوا شايفين اهي انا بمشي بالراحه خالص على الحاجب. فدي اول حاجه ميزه بحبها. طبعا ثباتها، لا ثباتها حلو جدا، سعرها مناسب. كاركتر انا كنت جايباها من فتره كانت ب 150، انا معرفش دلوقتي الاسعار بقت عامله ازاي. زي ما انا قلت ثباتها كويس، لونها كويس. انا 03 ده يعتبر بالنسبه لي احسن نوع بيليق على كذا بشره، بما ان يعني بستخدمها في الشغل بتاعي. فطبعا اللي بيستخدم يعني الماسكاره دي اكيد بيبقى بشرته فاتحه شويه، يعني ابيض اول درجه من القمحي. انما حد بشرته غامقه مش هتبقى، مفيش ماتشنج مع اللون، مع لون الحواجب مع لون الماسكره دي. ده رايي يعني. بس في كمان انواع تانية انا جربتها، فاستنوا الريفيو الجاي انا هتكلم فيه عن برضو ماسكره للحواجب للبنات اللي بتحب تغير. فتابعوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. استنوني الفيديو الجاي. باي باي.